رجعنا من جديد في زون ميكس، متواصلين اليوم مع ضيفنا اللاعب السابق للترجي يمين الطيفي. وصلنا لعودته لتونس من بوابة الترجي، كانت تجربة ناجحة كما كان يحكي يمين، حتى 2010 قعد تمينة. حتى 2009 هكذا. 2009 جددت ظهر اللي رجعت 2005، فما عام 2008 2009 جددت مع حمدي المدي. باهي يبعث لي توا وكيل اللاعبين ذاكر اللواتي. ذاكر يقول لي قبل التجديد كان قريب برشا من انضمام النادي الافريقي. الحقيقه بتاع ربي صارت حكايه مع النادي الافريقي. هو هزني. مشينا لوان سارتان مهدي ترى شنو نسيت مهدي ميلاد. ومشيت قعدت معاه ومشيت قعدت حتى مع نجم الساحلي. معناتها خلينا نقول لك حاجه، انا راني تحب ولا تكره اي منابي يحسنه الشرف كيف تجي جمعيه كبيره تطلبه. واضح عليه؟ معناتها تحب ولا تكره، معناتها فهمت؟ نجم هذا الساحلي جمعيه كبيره، نادي الافريقي كيف سي اس كيف. ومن بعد يقعد اللي باش تعمل تو باس الاكسيون ولا لا. فهمت كيفاش ولا هو ظهري انت بطلت اخر لحظه، كنت ماشي في الثنيه اللي باش تقعد في الثنيه واسلو تقول لك هو فلوس كبيرة. تابي روج معناتها قال لي فلوس كبيرة تحطت لمين الطيفي وقتها. شكون ثم شكون عماد عماد طرابلسي ولا شكون حاجة هكا ما نعرفش. فهمت صحيح كيما نقول لك ذاكر صحيح اما جي ريفيزي. قال لي فهو جاي في ثنية برشا تليفونات جاوه ضغط. لا انا كي ماشي نعرف شنو نحب وشنو ما نحبش. ليه انا كي ماشي معناتها ماشي تحب نسمع نحب نشوف شنو الفالور نتاعي بوتيتر. ما كنتش ناوي تمشي. نمشي باش نقعد انا بار ريسبي، نقعد مع الناس باش نسمع يحكي كذا كذا. ومن بعد فسرت له انا ذاك وفسرت له شو اسمه مهدي. قلت له راهو تحب ولا تكره راهو انا حياتي كامله في الاسبيرونس. اليوم انا قلت لك انا الدم نتاعي ما تحمل رصفك، مش باش نحكيه اليوم. علاش حليت باب التفاوض مال؟ باش نعرف جوست شنو الفالور نتاع من التيفي بوتيتر. جوست هذاك الهدف. كاو فهمت كيف حتى ما نجم نقعد ساحلي كيف معناتها ما كنتش جدي في المفاوضات. ليه ما كنتش جدي واضح. علاش خرجت ما ترجي؟ والله جاتني ما اخر عام تاعي صارت ليغامون كروزي، وكان برشا امور ماني قلت لك برشا امور معناتها ساعات تدخلوا بعضهم فهمت، برشا حسابات دخلت بعضها. دونك شنو صار؟ برشا حاجات مثلا شنو برشا حاجات تعرف شنو نقول انا ديما؟ لان ديما نقول اللوم روحي انا او الانسان معناتها. حتى انا هو ديما نقول انا شو عملت غلط؟ برشا حاجات غلطين. مثلا ما كنتش بيرفورمون العام هذاك، وانا جاتني كروزي في الاخر ما كنتش بيرفورمون معناتها فهمت. وكنت معناتها يمكن فبريل هكا مونتالمون فيسع نتشنج فهمت. جورياجي فيسع فهمت. هذا هو اكبر غلطه عملتها. شنو هي وقتها خلتك تطوي الصفحه مع الترجي في الاسبيرانس؟ ما عملتش غلطات الاسبيرانس. فهمتك. الحاجه اللي افرت الكاس وقطعت نهائيا علاقتك بالترجي وقتها ماني قلت لك مانيش بيرفورمون معناتها من حقك جوست روندمون على الميدان معناتها ما كانش معناتها اي جمعيه هي بتقول لك واحد طاح في النيفو نتاعو، فما دي جون جاو اخرين خير منك، فما دي زيترونجي جاو، لازم تقبل مايكل هو كان وقتها. لا مايكل وقتنا اختنا موجوده معنا مايكل 2009 وقتها هكا جي بيان فينو حاجه هكا نسيت بالضبط شكون حاسين فهمت. وكاو كل وقت ووقت نقول معناتها فهمت الاسبيرونس حابه تبدل معناتها برشا حاجات. مشيت مرتين بريد على الحمل انف وبعض المرسى. مش بريد خرجت مشيت الحمل انف عديت عام باهي زاد. نحب نشكر معناتها دين الحمل انف معناتها، ونحب نوجه له معناتها مبروك معناتها الصعود. ما تعديت دي مومون باهين. اما غالي في المرسى كانت افضل اكسبيرونس. الزوز باهين الحقيقه نتاع ربي. ما مونجي بحار تعديت ما عام باهي مزيان. كيف المرسى تعدى عام باهي بعد من المرسى ظهر لي كيف جمعيه اخرى كبيره النجم الساحلي زياد الجزيري. ظهر لي هو كان ولا انك تمشي ليتوال. اي زياد وقتها ما خممتش وقتها كما خممت مع الكليوب تبدل الالوان ترجي. لا ما نجمش نقول لك باش نسمع ونحب باش نعمل نحكينا توا زعما بوبوليزم معناتها. ليه جيسي ما ديت اكثر براغماتيك اكثر معناتها رياليست. وقتها جاني العرض نتاع نجم الساحلي وانا نلعب في المرسى، واي ملاعبي يحب يلعب في لو نيفو. اش معناها في لو نيفو؟ معناتها شامبيونز ليغ كاف جمعيات كبار. اي فالي حتى الكلوب كلموك وقتها. اي مشيت قعدت معاهم كيف قعدت معاهم قبل بنهارين
وبعد بدلوا البريزيدون حسيلو جمال العطروز ظهر لي وقتها بدلوا سليم الرياحي بالضبط حسيلو دونك مشيت مع زياد كلمني زياد قال لي باش تمشي معايا فهمت وين كنت اقرب للتوال ولا للكلوب هي صارت من الاول الكلوب الكلوب ومن بعد جت للتوال باهي كلمك زياد كلم زياد اي باش اوني انتريسي معناتها بيك تكون معنا فهمت يعني قلت بوركو با انا معناتها واحد وصل للعمر معناتها قداش وقت جافي 28 هكاك فهمت اكسبيريونس اخرى يمكن تلعب في واحد باش يلعب شامبيونز ليغ ولا باش يلعب فهمت هذا هو كان معناتها ما لقيتش راحتك في تو هذا اللي حتى بالوك ديما براني ولد ترجي يغزروا لك في صاروا مشاكل مالوغوزمون صاروا مشاكل وقت فما سي حميد البريزيدون حميد حافظ حميد, حميد. وتشكون داخل معناتها صارت مشكله كبيره وقت وقت جاء اسمه معنا حمد نموينه وحمد نموشي ونبيل طيدر ثم جي 8 ملاعبيه فهمت دونك شنو المشكله صارت مشكله نتاع وقت حبوا نحيوا حافظ حميد البريزيدون وتشكون ونحيوا الملاعبين اللي كانوا معاه وقتها هكا لا معناتها هكا حاجات كيما هكا فهمت ديما قاعدوا يغزروا لك انك ولد ترجي غادي وكيل براني نقول والله يا سمان نقول لك حاجه الحقيقه نتاع ربي معناتها انا كي مشيت غاديك ما تجي با يو ما مشاكل ما مع العباد فهمت ما عنديش مشكله باش نقول لك او ديما يغزروا لي بحاجه براني ولا الحقيقه علاش قلت ما تار الكيف اللي توال ها علاش فما مره قلت تار الكيف من اللي توال ما قلتش تار الكيف فما مره قلت تار الكيف خرجت من جامي لا جامي جامي خرجت بعد وفي ومن بعد وفي المكتوب كما قلت لك صار المشاكل هذوما وقت قلت لك انا محمد نموش ونبيل طيدر وشهودي ناس كل مشينا فهمت كيفاش هكا وبحبوا يجيبوا معناتها جات اداره اخرى وقت جا شرف الدين وجات اداره اخرى دونك باش يبدلوا بالحقهم فهمت العبد دو جمعيات كبار شنو الفرق بيناتهم بين ليتوال والاسبيرونس والله نقول لك حاجه انت لعبت دو جمعيات كبار انا الاسبيرونس نحي جمعيتي معناتها ونحي اللي باش نقول لك زعما يقول لك وانا اول حاجه نحب التراجي نحب التراجي في داري اليوم موجود باش نحكي يعني نحب التراجي لا نحب التراجي في داري نعرف فهمت دونك ابيك تو مي ريسبي الجماعات الاخرين الكل تراجي معناتها بالنسبه لي انا تشوف انت معناتها الجماعه الفوق معناتها بيان اورغانيزي كان لك سقف وصول واضح عليه انا شفت وانا في ليتوال الفرق بين الاسبيرونس وليتوال بين كان سقف وصول مش ليتوال نحكي حتى الجماعات الاخرين نسمع انا نسمع العباد اللي تحكي نسمع العباد اللي يحكي نسمع العباد اللي تحكي دونك اللي شفته وانا معناتها بالاسبيرونس معناتها كي نقول لك هكا مش معناتها ليتوال مستوي هكا واحد لا اليوم الاسبيرونس طلعت البار على الناس الكل فهمت او نيفو اللي تحب انت فهمت رغم اللي مسيره محترمه جدا امين علاقتك بالمنتخب ما كانتش كبيره برشا اللي عندك كوب دافريك وحدك هكا ولا ما كانتش كبيره علاقتك بالمنتخب ما لعبتش برشا مقابلات ما لعبتش برشا علاش؟ ولا وقتها شكون فما معانا شكون هي كان... قلت لك قبل كوب دافريك وقتها مشينا شو اسمه فما زياد سانتوس كان زياد نجح ابراهيم علي الزيتوني ليه ثم سانتوس زياد ثم مديه معناتها ثم عماد المعذبي محمد جديد يا بون ليزلي شويه ايه دي بونجور معناتها تحب تكر اسمعني راهو مش بالسير باش تلعب الوقت هذاك مش بالسير باش تلعب ما تشوف شو روحك كنت عندك بلاصه انا ولا وقت... مقتنع باللي شو انا نقول لك في الوقت هذاك في الوقت هذاك زياد ما نجمش زياد ماهوش بونتا لا مش كيف زياد ما كانش نفس البروفيل اي هو سانتوس اي سانتوس بونتا اوكي اي 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 انا الحقيقه نتاع الوقت هذاك الوقت هذاك هو معناتها يلعب في لو نيفو يلعب ولي ترونجي وقتها ودي جوار بيرفورمو عندهم اكسبيريونس رغم هذا كنت ماشي للمونديال ظهر لي كنت ماشي للمونديال 2006 ظهر لي كنت ماشي صغيره خليتك ماشي للمونديال ديما نقول لك هذيك هو فهمت على خاطر الاسبيرونس بوتيتر خاطر عندنا فينال كوب مع الفريق مع الكلوب وخالد بن يحيى قال لي ما تلعبش اللي ضيع فيه لسعد بينتي الله يرحمه الله يرحمه خالد بن يحيى قال لي ما تلعبش والطبيب قال لي ما تجيب تلعب وانا جاي انسيستي باش نلعب صارت عليك ضغط باش تلعب وقتها انا صار انا ضغطت وحدك حبيت تلعب بالسيغ انا حبيت نلعب واحد رغم اللي بلاسي ديما عندك غادي هذه ديما عندك فاز هذه تحب تلعب وانت تبدا مضروب ولا حاب تحسبش ايه ما نحسبش دونك هذاك هو الماتش فينال هذاك ليه انا نقول لك حاجه انا بوغ اترونيت ما حبيت ما جو بارتاج هاك لي زوموسيون مع الملاعبيه وقت الفينال فهمت فينال كوب وشو حبيت معناتها نشارك معاهم في الجو فهمت وحبيت نلعب بالطبيعه هوب دخلت ما عبت ميم با 10 مينوت
دي مينوت سيري دي شيريو باي باي مونديال باي باي كل شيء. وقت مشي كيما هاني تو مشي في بلاصتي جسمه ياسين الشيخاوي. ياسين الشيخاوي الاعتزال في جويل 2004 هكا 2014 سامحني هكا 2014 اي 30 عام وقتها عمرك مش بكري شويه وقت هذاك قلت لك فاضل ما عادش نحب ما عادش عندي اونفي بشنا علاش؟ ولا علاش؟ انا نشوف نحاس برايي انا نشوف لو فوتبول من بعد يمكن انا يمكن نجم نكون غلط ولا الكوره من بعد 2011 2012 بعد تبدلت معناتها تبدلت شنو تبدلت المونتاليتي نتاع الناس فهمت كيفاش المونتاليتي نتاع المسيرين في الجمعيات فهمت حبيت تمشي بعد الاعتزال وكيل لاعبين حاجه هكا خممت باش كنت وكيل لا 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 مش كنت حبيت تهز وقتها ايوب تليلي ظهر لي الكلوب ولا توال حاجه هكا لا لا ما عنديش كونتاكت انا مع الكلوب ولا حتى كان باش نعاون يمكن نحب نعاون جوار كيك معناتها انا جو في بريزونتي مثلا كيما قلنا ذاك قبيله نحطوا مع هذايا فهمت باش عملت هذه اكسبيرونس في السعوديه مع شكون وقتها؟ مع نادي العروبه علاش ما تواصلتش؟ والله تعدى عام تعدى عام باهي بون ليكيب معناتها ما تواصلتش خاطر تعرف السعوديه معناتها اليوم هكا غدوه لا ما تواصلتش مش في السعوديه ما تواصلتش التجربه التدريبيه علاش مشيت ما مشيتش انشينمون جمعيه اخرى تستنى ان شاء الله نستنى باذن الله ربي سهل توفيق الهمامي يكتب في تدوينه لي على فيسبوك عاش شفتها ولا لا يشوفك يحب يشوفك مساعد المعين الشعباني في ترجي يقول تتكلم تكامله والله نتصور انا اي واحد امنيته يكون معناتها مساعد نتاع معين صاحبي اخويا فهمت علاش ليه علاش ليه تطمح بالطبيعه كان واحد ما يطمحش مش طموح مش لازم نقول مش لازم يعيش باش نحكيو بعد شويه على ماتش ترجي مثلا 10 دقائق في الحصه تاعنا قبل هذا نعملوا كويز صغيره قبل هذا لو كويز لو كويز مجموعه من الاسئله في كلمه تجاوبني ماتش تاع قلت لك احسن لاعب تونسي تعتبره اليوم شكون احسن لاعب تونسي اه اليوم في الشامبيونات تاع تونس اه برمضة. تونسي مش في الشامبيونات تونسي عنده جنسيه تونسيه حتى لي ترونجي هذا شو اسمه صخيري احسن لاعب في تاريخ تونس طارق ذياب شكون قلب الهجوم اللي يعجبك اليوم في تونس اليوم في تونس شواد احسن مهاجم في تاريخ تونس احسن مهاجم تميم تميم شكون ملاعب خدام برشا كان معاك قبل في الانترينمون يخدم برشا اللي شفتهم دو بيرسون شفتهم انا اللي هو برشا برشا اللي هو رضي جايتي اي بوسور وخالد فاضل نقول اي خدام برشا حتى جوهر بنيك زاد وبالعكس كركار كركار شكون ما يحب الشوط بين المو ما يتقلق من الفيزيك ويحكي لك الناس كل تقلق من الفيزيك الناس كل تقلق يفهم لعبي اكثر من لعبي اكثر من لعبي اكثر من لعبي تو ضاعوا علي انا استنى شكون باش نقول لك تستحضرش باش شكون احسن في العالم تو احسن اتاكون احسن قلب هجوم احسن قلب هجوم اليوم تاع بايرن ميونخ ليفاندوفسكي احسن مدرب تونسي احسن مدرب تونسي تو جردة احسن مدرب دربت عنده احسن مدرب اللي هو فتحي العبيد فتحي العبيد شكون احسن مدرب في العالم بالنسبه لي نحب بيلسا اقرب لاعب ليك اقرب لاعب ليا توا اي بسام جريدي اقوى جمهور لعب ضده اقوى جمهور لعب ضده مع الاهلي تاع الاهلي جمهور الاهلي احسن هدف سجلته ماتش مع النجم الرياضي الساحلي في المنزل كيفاه البونتو؟ بونتو بالبونت بالسبور الكبير أكبر شهرية خذيتها قداش؟ 1,000,000 دولار هذه أكبر واحدة؟ أي ما نصدقش أيوم باس أقل شهرية به أقل شهرية اللي أنا فرحان بها كنت ناخذ فيها باغ سومان هي دوما طلعت سينيور ناخذ في 50,000 50,000 نمشي سي عمر البحر ناخذ 50 نبدا شيخ فرحان مش فرحان على 50 لا خاطر تصرف الفلوس ولا لا فرحان اللي انا في البستير غادي وكل اللي دار ندوق زعما نحول شيخ ما نبي مره واحد فهمت كيفاش هدف تمنيت لو كان انت سجلته هدف تمنيت لو كان انت سجلت هدف نتاع خوزيك ليتون في الجو اولمبيك به كانت هذه لو كويز لو كويز روبريك الاخرى مين ليكيب تيب
ليكيب تيب لعبت في الترجي في ليتوال المرسى حمل انف في المنتخب باش تحط انت قلب هجوم وتعملي تشكيله من احسن اللاعبين اللي لعبت معاه تشكيله باهي نبدا لك بالجول معناتها الجول باش نحط ايمن مسلوسي على اليمين على اليمين طارق ثابت على اليسار على اليسار اللي نتفاهم معه انا مع اللي هو وسام البكري وسام البكري في الاكس في الاكس في قعد مات انا نقول نوانيري وبناء نوانيري وبدره وبدره قدام قدامهم جوهر بناري اي شكون اخر في الوسط فرانك اوليفي اوليفي اي اللي انا جدا نحب نلعب معه هي الحموني خاطر نلعب معه نلعب معه ملعبتش معه ملعبتش معه ونلعب معه في الاسوسياسيون مازال ملعبي تمنيت نحطه معايا في الاكيب باهي استثناء قبل ما لعبتش معه اي وشكون اخر وش نقول وشكون اخر وشكون اخر قدام طيب وانت بونتا شكون على اليمين وعلى اليسار انا بونتا على اليمين وعلى اليسار على اليسار نحطه عصام جمعة باه على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين شكون على اليمين شكون على اليمين حطو سانتوس ما يلعبش على اليمين يلعب على اليمين سيلفا دو سانتوس يلعب يلعب بوليفالون سانتوس يلعب بونتا سانتوس بونتا لا بونتا يلعب على اليمين على اليسار باه كانت هذه ليكيب تيب شكرا ليك امين التيفي ليكيب تيم فقط كلمه على ماتش الترجي اليوم امين ريمونتادا ممكنه ممكنه بالطبيعه ممكنه معناتها اليوم ماتش نتاع الترجي التونسي ماتش يمكن في كونتكست ماتا بارتيكولير عندنا ماتا اون بو ماتا رونفيرسي لا سيتياسيون كي ما عملنا ماتش الاهلي كي عملنا ماتش وداد اليوم الترجي التونسي اليوم ان شاء الله باش يفوز اليوم خاطر عندنا لو تالون اليوم موجود الكاليتي باش نتعداو اليوم الماتش هذايا صحيح اسبيرونس ما نجمش نعمل ماتش اخيب من عملو في لالي صحيح سان باساج ابيت واليوم اللاعبيه راهم اليوم كل واحد نتصور انا راه حاط في قلبه اكثر من اللاعبين اللي تفرج والاكثر من اللاعبين خاطر اليوم ماتش نتاع اللاعبيه سي حتى اليوم مش تحكي انت مش تحكي ممرن ولا مش تحكي تحب انت اليوم اللاعبيه يعرفوا شنو هو لازم يعملوا اكيد ان شاء الله بالتوفيق من ماتش تونس بل هذا ابي يبدو ان اجواء مشحونه في محيط الملعب زميلي وليد برحومه موجود في قدام ملعب المقابله وليد اهلا بك مرحبا سام هو الحمد لله انا في وسط الملعب حاليا خروج اللاعبين الفوزه اللي برا الملعب لانه فما عدد كبير من الجماهير اللي باش تدخل للملعب سلام المقابله من غير جمهور لكن فما على الاقل 1000 شخص باش يكونوا موجودين نقول لك كيفاش معناها هما دخلوا 500 في الليل ظهر لي حد دخل 1000 هكا يظهر لي في الحساب يظهر لي فما 1000 شخص على الاقل موجودين وفيهم معناها عدد كبير دخلوا ومازال العدد الاكبر مازال البرا وقاعد بصدد الدخول اسلام اللقطه اللي صارت كانوا الصحفيين الحقيقيين يحبوا يطلبوا منا كنا نشدوا الصف مع الجمهور دونك هذيك المشكله وين صارت الحمد لله بطريقتنا تصرفنا يعني خبرة الملاعب هي اللي خلتنا نتصرفوا نعطيك التشكيلة اسلام كان تحب اي ميسج لانه عندنا تغييرات في تشكيلة الترجي بالشريفية في حراسة المرمى على اليمين نجاز على اليسار بن حميدة هذا تغيير مقارنة مع مباراة الذهاب شمام في اللاكس كذلك تغيير بدران معاه في وسط الدفاع قدامهم كوليبالي بالرمضان والشعلالي في وسط الميدان والقدام الهوني البدري وخالد عبد الباسط هذه تشكيلة الترجي بالنسبة الشباب الوزداد مساوي في حراسة المرمى على اليمين بالخيسر نساخ على اليسار كداد وبوشار في وسط الدفاع تاريكات ومرزاق في وسط الميدان وقدامهم صيود دوك في الهجوم فما سليمي باللحول ودراوي هذه تشكيله الفريقين الفرق الزوز على ارضيه الميدان ومن المنتظر كونه المباراه تبدا بعد بضع دقائق اسلام الترجي بالوانه التقليديه كذلك نفس الشيء بالنسبه للشباب الوزداد بالزي الابيض
هذا اهم ما عندنا اليوم في ملعب رد. يعطيك الصحه، شكرا لك وليد، شكرا ايضا امين لطيفي، شرفنا اليوم بحضورك معنا. شكرا ايضا انيس جويني في الاخراج، ادم المد في الاخراج الرقمي، بالتوفيق للترجي ان شاء الله، واجمل تحيات اسلام المد.